بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أشارككم في هذا الفيديو هذه المعلومة، وهي تسجيلات الشبه الطبي. فبعد فتح موقع التسجيلات الجامعية الأولية لسنة 2020، طبعا هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن الشبه الطبي ويريدون معلومات عن موضوع الشبه الطبي. فسوف أشارككم في هذا الفيديو بعضا من المعلومات الخاصة بالشبه الطبي لسنة 2020، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. طبعا سوف أقرأ ما ورد في هذه الصفحة وسأضع لكم رابطها أسفل الفيديو. أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مديرية التكوين إلى علم الحيزين الجدد على شهادة البكالوريا 2020 أن عملية التسجيل للالتحاق بشعب التكوين العالي شبه طبي والقابلات للسنة البيداغوجية 2020-2021 تتم عن طريق القاعدة الرقمية للتوجيه التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما نوهت الوزارة إلى أن عملية التوجيه تتم وفقا لتوزيع المقاعد البيداغوجية المقترحة، وحسب درجة الاستحقاق لكل ولاية، بحيث ستخضع عملية القبول في تخصص الشبه طبي أو تخصص شبه طبي لهذا العام إلى نفس مراحل التسجيلات الجامعية في مختلف التخصصات. طبعا هذا هو ما ورد، أو ما هذا هو طبعا بعض المعلومات التي وردت في هذا الموقع وهذا الرابط الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو. طبعا هناك ملف للتسجيلات النهائية، طبعا تقوم بإيداعه. الملف يتكون من شهادة البكالوريا الأصلية أو شهادة معادلة، الكشف الأصلي لنقاط، وكشف النقاط الأصلي 4 صور شمسية، وشهادة السوابق العدلية الصحيفة رقم 3. طبعا الصحيفة رقم 3 هي صحيفة السوابق العدلية العادية، وشهادة الجنسية الجزائرية ونسخة مصادقة عليها من وثيقة إثبات المترشح تجاه الخدمة الوطنية تأجيل أو إعفاء. إن كنت قد قمت بعملية أو تقدمت إلى مصالح الخدمة الوطنية، ويعطوك مسند ورقي أو بطاقة على حسب الجهة الخاصة بالجيش. طبعا سوف يعطوك تأجيل، ورقة تأجيل أو بطاقة تأجيل تكون بها ختم، أو يعطوك إعفاء طبعا لتقدمها مع الملف. طبعا تودع الملفات المترشح لدى مؤسسة التكوين شبه طبي ومؤسسات التكوين القابلات وكذا مديريات الصحة والسكان. هذا بالنسبة إلى هذا الموضوع. سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. وأي سؤال أو أي استفسار فيما يتعلق في مور البكالوريا الجارية في هذه المدة اكتبوا في التعليقات، وأي تعليقات أخرى طبعا خاصة بالتقنية والتعليم كذلك اتركوها في التعليقات أسفل الفيديو. وإلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحظ موفق للذين سوف يتوجهون إلى السنة الجامعية 2021، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية.